كيفاش يتفوق عليك وسيم؟ وسيم ما كانش مشاكل. حاضر فيزيكمون عليك ذهل. لا لا بالعكس، انت رانا مع بعضنا انا وسيم وفماش يمكن انا اطول منه وخير منه في الاليور اللي قام عليه. اي لا خير منه. تحيه لوسيم بن صالح صاحب كل شيء. وسيم كان عرفت وسيم يصلي الصبح حاضر ويمشي يعدي ماتشو، حتى كي تصير له حكايه في البيلانتي تظهر بيلانتي الفرق بيني وبينه. وسيم بن صالح اغزر لي وسيم بن صالح كي يكمل كي يعطيه ماتش مهما كانت قيمته يعرف كاش يجاريه ويقبل ضغط ويقبل تليفونات ويقبل تصوره في مخه، بعد في الماتش يعمل اللي يحب يعمل اللي يرضيه اللي يرضيه هو واللي يرضي ضمير الضمير. كملنا مع بعض. انت ليه تم توجيه الدعوه لوسيم بن صالح الوظيفة معينة داخل الإدارة الوطنية للتحكيم اللي هو ولا رئيس اللجنة الجهوية للتحكيم؟ وأنا بحكم الحقيقة متعربي راه ما يتمنليش ودي الجري ما يعطينيش الأمان من قبل راه.